بحضور محافظ محافظة الجوف ومساعد وزير الدفاع رئيس اللجنة المكلفة بحل النزاع بالمحافظة، أقامت جمعية الإبداع التنموية للمرأة والطفل بالمحافظة دورة تدريبية على مدى 3 أيام بمشاركة 60 مشاركة من مديريات الحزم والخلق والغيل والمتون والمصلوب وخب الشعب. دورة ورشة عمل وحلقات نقاش داعمة المرحلة ومخرجات الحوار الوطني. هذه الدورة تتركز على دور المرأة الفاعل في جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية ودعم لمخرجات الحوار الوطني. وخلال التدشين القي بعض الكلمات المعبرة لبعض الناشطات بالمحافظة مؤكدات دعم القطاع النسائي لمخرجات الحوار الوطني، ودعا الحكومة إلى دعم القطاع النسائي بالمحافظة وعقد ورشات داعمة للمرحلة ومخرجات الحوار الوطني. حضر الافتتاح عدد من أعضاء المكاتب التنفيذية وممثلي منظمة المجتمع المدني بالمحافظة. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من مدينة الحزم محافظة الجوف. أبحاث